بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في، مش هقول محاضرة لأن هي دي مش محاضرة، على قد ما هي إجابة على بعض التساؤلات اللي بتدور في أذهان الناس اللي بتحاول إنها تتجه لمجال الموشن جرافيكس أو مجال الفي اف اكس اللي هو بنقول عليه مجال الخدع السينمائي. ناس كتيرة جدا بتسأل، بتقول طيب احنا بنشوف حاجات في التلفزيون، بنشوف حاجات في الافلام زي ما انتوا شايفين كده، بنشوف حاجات في القنوات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، تمام، او بالمنظر ده برضو في الافلام. الكلام ده كله بيتعمل ازاي؟ ده برضو في شغل الموشن جرافيكس او شغل القنوات. طيب ناس بتقول طب انا عشان اعمل شغل زي ده او عشان اطلع شغل زي ده ادخل في ايه او اخد ايه او اتعلم ايه؟ هقول لكم حاجه بسيطه قوي. تعالوا نبعد عن النظريه التقليديه اللي هو لازم علشان تتعلم كذا يبقى انت لازم تكون عارف برنامج كذا الاول. مش في كل الاحوال بيبقى الموضوع ده ناجح. يعني في حاجه شائعه جدا يقول لك عشان تتعلم مثلا ماكس لازم تبقى محترف فوتوشوب، يقول لك علشان تتعلم افتر افكتس لازم تكون محترف فوتوشوب. يعني الموضوع مش كده، يعني الموضوع انا مش لازم اروح اخد احترف برنامج او متمكن فيه علشان بعد كده اروح اخد برنامج تاني. لا، هو كل ما في الموضوع ان انت بتدور هو انت عايز من البرنامج ده ايه. يعني مثلا انا لو انا شغال على برنامج الماكس هل لازم احترف فوتوشوب؟ مش لازم احترف فوتوشوب. كل انت محتاجه من فوتوشوب ازاي ان انا اعمل حاجه اسمها الفوتو مانيبيوليشن، او ازاي ان انا اعمل عليه خامه، تمام، يعني لا يتعدى انت تاخد صورة وبتركب عليها صورة تانية مع بلند مود مع كلر كوركشن مع مع مع، تمام. فانت بتعمل الخامة اللي انت عايز تعملها مع شوية مهارات بسيطة ان كانت على فرش ولا شيبس ولا الكلام ده كله. ادي اللي انت عايزه في فوتوشوب مثلا عشان اشتغل ماكس او عشان اشتغل شغل 3D. مش لازم احترف فوتوشوب، مش لازم اكون بروفيشنال فوتوشوب. دي بس النظرية اللي انا عايز ابعد عنها. المجال ده مجال واسع قوي، مجال كبير قوي. لو هنيجي نقسمه هيبقى هنلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. المجال برضو متشعب، ممكن يستدعي اكتر من برنامج. يعني على سبيل المثال لو جينا نقسمه، تعالوا نقسمه واحدة واحدة. شغل زي اللي احنا شايفينه ده، ودي شركة اسمها جاينت او جاينت اوكتوبوس، دي شركة عالمية جدا متخصصة في مجال الموشن جرافيكس فقط. اللي احنا شايفينه قدامنا ده، تمام، ده اللي بنقول عليه شغل الموشن جرافيكس. شغل الموشن جرافيكس ده اللي هو الشغل الخاص مثلا بالقنوات الاخباريه، الشغل الخاص بالبروموشنز، الشغل الخاص بالاعلانات، بالتايتلز، بالكلام ده كله، ده بنسميه شغل الموشن جرافيكس. اذا الموشن جرافيكس هي الخاصه بالعروض التقديميه. طبعا انا هبعد عن الكلام بالعربي شويه علشان ما يبقاش الموضوع ممل. اذا عرفنا كده ده الموشن جرافيكس. ايه اللي يلزمك عشان تتعلمه؟ هنتكلم فيه دلوقتي، بس نعرف الاول ايه هو المجال قبل ما نقول ايه هو او ايه اللي نتعلمه عشان المجال نفسه. خلاص عرفنا ده كده، يبقى عرفنا ده مجال تخصص الموشن جرافيكس. طيب في ايه تاني للموشن جرافيكس؟ برضو ممكن ان احنا نشوف، دي شركه طبعا فيديو ويف، دي شركه بتنزل تمبلتس جاهزه. ادي مجال تاني من مجالات او شكل تاني من اشكال الموشن جرافيكس. طبعا بيعتمد على عنصر الابهار، تمام، علشان طبعا تقدر تشد العميل للمنتج اللي انت بتعرضه، او انك انت زي ما نقول بالبلدي كده تخطف عين العميل. اذا احنا عرفنا او خدنا بالنا ان شغل الموشن جرافيكس هو الشغل الخاص بالعروض التقديميه او الشغل الخاص بالاعلانات، او زي ما احنا شفنا في جاينت اوكتوبوس الشغل الخاص بالقنوات الفضائيه او نشرات الاخبار او الكلام ده كله، او البراندز بتاعه التلفزيون او البرامج. ادي شغل الموشن جرافيكس اللي يلزمك حالا هقول لك. لو جينا للشق الثاني من المجال ده اللي هو شق الفي اف اكس. الفي اف اكس عشان الناس، انا هكتبها لكم هنا في سيرش حتى اليوتيوب، في اف اكس. الفي اف اكس دي اختصار فيجوال افكتس. بلغتنا احنا بننطق كلمه افكتس اف اكس على طول، يعني فيجوال افكتس او المؤثرات البصريه. طيب حاجه زي اوريكم، لو احنا جينا نشوف حاجه زي كده، حاجه زي المشهد ده
او المنظر ده، لو جينا نشوف اصل المشهد ده مثلا، لو جينا نشوف هنلاقي ده المشهد اللي قدامنا، ده الراجل نازل من العربيه لقى المشهد ده او لقى الحادثه دي قدامه. لو جينا نبص يعني ايه نوع الفن ده، هنلاقي الفن ده عباره عن خداع بصري او عباره عن زي ما قلنا فيجوال افكتس، مؤثر بصري. اساسا المشهد ده كان بالمنظر ده كده. طبعا الاضافات دي هي دي اللي بتحكم انت هتتعلم ايه، انت هتعرف ايه. يبقى شغل الفي اف اكس ده الشغل الخاص بالافلام او المسلسلات او ال نقدر نقول عليه الانتروز بتاعت الافلام والمسلسلات والكلام ده كله، ده شغل الفيجوال افكتس. وده شغل خاص مثلا بافلام الاكشن، افلام الرعب، الخيال العلمي، ايا كان نوع الفيلم. ادي نوع. لو جينا نشوف حاجه تانية اللي هو فاست ذا فاست اند ذا فيوريوس، طبعا ده الجزء الرابع، فيلم جميل جدا على فكره. ادي مثلا حاجه طبعا زي ما شايف كل الكلام ده 3 دي على فكره، يعني الكلام ده كله مش حقيقي، نفس الموضوع. ادي الشكل ده معمول كله جوه ال 3 دي، وبعد كده طبعا بيروح على برامج تانية. اذا هو مش برنامج واحد اللي بيشتغل في المجال ده. يمكن مجال الفي اف اكس متعب شويه عن مجال الموشن جرافيكس، لان مجال الفي اف اكس بيتطلب منك انك تكون على مهاره او قدر عالي، ده بقى بجد قدر عالي من المهاره، في اكتر من برنامج وفي اكتر من فيلد او اكتر من مجال. طيب لو احنا رحنا نجيب تاني الشغل الموشن جرافيكس، شغل الموشن جرافيكس بيتطلب منك انك انت تتعلم حاجتين اساسيين، اساسيتين والباقي فرعي. الموشن جرافيكس بيتطلب منك انك تتعلم بصفه اساسيه يمكن بنسبه 90% افتر افكتس، برنامج ادوبي افتر افكتس، برنامج ادوبي افتر افكتس لوحده تمام، هو اللي عامل برومو زي البرومو اللي انت شايفه ده، واكتر من كده كتير جدا تمام، يقدر يعمل افتر افكتس، يقدر يعمل حاجه زي كده، حاجه زي كده، حاجه زي برومو زي ده، حاجه زي كده، ممكن يعمل زي ده، يعني رهيب رائع بصراحه. ده افتر افكتس لوحده يقدر يعمل لك برومو زي ده. طبعا لوحده تقدر تقول كفايه بصراحه، يعني انا يعني ايه، طبعا بالنسبه لي مش كفايه، لكن لوحده يخليك تعمل شغل مور بروفيشنال. ده بالنسبه للافتر افكتس. اذا اول برنامج هتتجه له سواء انت داخل في الموشن جرافيكس او سواء انت داخل في الفي اف اكس، اول برنامج هتتجه له الافتر افكتس بدون نقاش. مش عايز اتطرق لبرامج تانية كتير، خلونا نتكلم في اللي احنا نقدر نعلمه لكم ونتعلمه تمام. ده بالنسبه لاول برنامج هتقول بسم الله الرحمن الرحيم بيه، كده هنتكلم في افتر افكتس. طيب بعد ما اتكلم في افتر افكتس او بعد ما الم برنامج، ما فيش حاجه اسمها طبعا انا اجيب برنامج من اول لاخره، واحد يقول لك ده انا قفلت برنامج كذا، يعني بيقول كده ده يبقى واحد ما عندوش خبره بالمجال اساسا. مفيش حاجه اسمها قفلت برنامج، مفيش برنامج بيتقفل، مفيش برنامج بينتهي. لو البرنامج انتهى يبقى انت خيالك نفسه انتهى تمام. فده بالنسبه للاي بي سي بتاعه الفيجوال افكتس او الاي بي سي بتاعه الموشن جرافيكس. طيب بعد ما تتعلم افتر افكتس، بعد ما تتعلم الافتر افكتس تبدا تحدد بقى انا هروح فين. في ناس ميالين ان هم يشتغلوا الشغل ده، يعني في ناس ميالين ان هم يشتغلوا شغل الخطف، الابهار، الكلام ده كله، ده تمام طبعا. يعني احنا ما بين، انا هنا مش هوجهك لمجال معين، انا بقول لك ده واقول لك ده وانت اختار حسب ذوقك حسب ميولك. في ناس مايله للشغل ده، شغل الموشن جرافيكس ده، في ناس مايله له جدا تمام، في ناس بتميل لشغل السينما اللي هو الشغل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده. في ناس مياله جدا للشغل ده، وانا منهم بصراحه، ناس مياله جدا لشغل الفي اف اكس او الفيجوال افكتس تمام. طبعا ده يبقى دخل في حته تانية خالص. اذا انت الاول اتعلمت البرنامج الاساسي، بعد كده بقى تبدا تشوف انا هخش فين عشان اتعلم ايه. طيب انا لو دخلت موشن جرافيكس، اسف موشن جرافيكس، ايه اللي يلزمني ان انا اتعلمه علشان ابقى كويس في الموشن جرافيكس؟ لو رحنا لحاجات زي دي كده
لو هتشتغل شغل زي ده كده لازم يكون معاك برنامج سينما 4D بدون نقاش، تمام؟ برنامج سينما 4D عشان تطلع الحاجات ال 3D اللي انت شايفها دي. وطبعا كل الكلام ده بيتحط بافتر افكتس، يعني مثلا ال 3D ده كله محطوط بسينما 4D، كل الحاجات اللي حواليه باللينسز باللون الجميل ده، كل القصة دي افتر افكتس. لو رجعنا هنا شوية، تمام، مشينا شوية كده، هنلاقي كل يعني كده 3D 3D، كل اللي هنا كده كده، كل ده افتر افكتس. اذا لا غنى عن افتر افكتس. مش راح اقول اتعلم سينما 4D وما اتعلمش، استحال مش طلع حاجة، تمام؟ لان سينما 4D لا يتعدى دوره ال 3D، انما كل المكملات دي وكل النكهة الجميلة اللي طالعة للبرومو نفسه ده كده شغل افتر افكتس. اذا انا لو هتعلم موشن جرافيكس يبقى انا اوتوماتيك معايا افتر افكتس ده اساسي، واكون لمه بالبلجنز الادفانسد بتاعته، تمام؟ وبالمره اقوم مدخل معاه شغل السينما 4D واعرف العلاقه بين ده وبين ده. كده يبقى انا اتجهت لمجال الموشن جرافيكس. الحاجه الفرعيه انك انت تاخد معاك شويه حاجات، فكره بسيطه عن برنامج زي ريل فلو عشان حركات السوائل، او علشان يعني مثلا لو احنا جينا هنا، لو انا رحت ليوتيوب، تمام، وجينا هنا كتبنا مثلا ريل فلو، مثلا هنقول سبلاش، عشان انا عايز اوريكم الريل فلو ممكن او هو خاص بايه، او ممكن يعمل ايه. لو رحنا مثلا لفيديو زي ده هيوريك حاجة، بس يعني بيقول لك ريل فلو ده برنامج عبارة عن ايه، او برنامج بيعمل ايه. زي ما قلت، ريل فلو هو برنامج خاص بحسابات الداينامكس المعقدة جدا وحسابات الفيزيكس المعقدة جدا، وتحديدا هو برنامج خاص بالسوائل. اظن شايفين اللي بيعمله، ادي شغل ريل فلو، طبعا في منتهى يعني منتهى كل حاجة، قوة، روعة، دقة، منتهى كل حاجة يعني. بصراحة ادي برنامج ريل فلو، او ادي شغل حاجة زي ريل فلو. طبعا ما بقولكش بقى تبقى بروفيشنال في ريل فلو، لكن تبقى عارف بس اللي يلزمك علشان تطلع من ريل فلو تدخل وتكمل في سينما 4D. يعني طبعا لو انت اشتغلت على 3 4 برامج يبقى انت هتعمل ريليشن شيب او علاقة بين البرامج دي، تمام؟ اذا في علاقة من سينما مع افتر، في علاقة من ريل فلو مع السينما 4D، وفي الاخر كل ده بيتلم جوه افتر افكتس. طبعا هيبقى معاك شوية اساسيات بسيطة من الفوتوشوب، زي تعمل مثلا براشز مضيئة، ازاي مثلا انك انت تعمل مثلا شوية شيبس تاخدها في يعني حاجات بسيطة جدا الفوتوشوب. ده بالنسبة للريل فلو او الحاجة الفرعية اللي هتبقى معاك. اذا بالنسبة لمجال الموشن جرافيكس، انا هاخد زي ما قلت افتر افكت ده اساسي بكل ما فيه، هاخد معاه البلاجنز الاساسيه بتاعته، او هما كان بلاجن اساسيين وبعد كده البلاجنز هتيجي مع الشغل، لكن في بلاجنز جايه من بره زي مجموعه تراب كود اللي هو تراب كود بارتيكولر، تراب كود فورم، مجموعه زاكس وركس اللي هي البرو انيميتور، ال 3 دي انفيجوريتور، دول اهم اتنين فيهم بصراحه، تمام. بعد كده اخش اخد معاه سينما 4D، مش هقول خد معاه سينما 4D كله من A to Z، بس لازم تعرف سينما 4D كبرنامج، يعني لازم اعرف شويه عن الموديلنج، اعرف شويه عن الماتيريالز واللايتنج، اعرف شويه عن الهير سيستم، عن البارتكل سيستم، عن الداينامكس، عن الموجراف، تمام، عن الاكسبريسو. بعد كده لما هتخصص بقى او ايه هو اللي انا هاخده من سينما 4D يهمني عشان الموشن جرافيكس، هي ايه؟ الفيزيكس والموجراف والهير سيستم والبارتكل سيستم. ده اللي يهمني اخده او اللي هتخصص فيه عشان اخد شغل الموشن جرافيكس من جوه السينما 4D واطلعه الافتر افكت واكمل شغل. ده بالنسبه لمجال الموشن جرافيكس. لو جينا نتكلم على مجال الفي اف اكس، او بمعنى تاني او بمصطلح تاني اسمه ال 3D كومبوزيتنج، او تجميع 3D مع الفيديو، ده بقى هيدخلنا في اكتر من حاجه. اولا لازم اكون عارف افتر افكتس في مجال الكومبوزيتنج كويس جدا، لازم اكون شاطر في الكالر كوركشن، عشان طبعا يعني انت لو جينا رجعنا لاصل الفيديو ده، تمام، انا هرجع لكم سنه ورا وهوريكم مثلا حاجه زي دي، هو بيرجع لورا اهو، بصوا كده ادي الفيديو، علشان انت
شايف؟ هو طبعا دي متضافه مش ماشيه مع دي خالص، دي في حته ودي في حته. لو كملت شويه بدأ يضيف الحاجات الاساسيه، كملنا شويه خلاص بصوا كده كده تمام. بس بصوا اهم خطوه هتخلي المشهد ده ينطق هي ايه؟ حالا كلر كوركشن، في ثانيه بقى ده ماشي مع ده علشان الكلر كوركشن ده مهم جدا، او تصحيح الالوان. ايه بقى اللي يلزمني عشان اعمل حاجه زي دي؟ او لو رحنا ل تو فاست تو فيوريوس زي ما انتم شايفين، بصوا كده لو رجعنا ورا شويه المشهد ده كان متاخد فيديو عادي، بعد كده زي ما انتم شايفين بدأ يضاف عليه صور. التكنيك ده احنا بنسميه مات بينتنج. مات بينتنج اللي هو ان انا بعمل لوكيشن من مجموعه صور. زي ما انت شايف لو رجعنا سنه لورا هنلاقي مثلا الصوره دي متاخده من حته، الصوره دي متاخده من حته تانية، بصوا الجبل اللي طالع ده وكل، والصوره دي متاخده من حته تالته خالص، وبيبني اللوكيشن من مجموعه صور. بيبني اللوكيشن من مجموعه صور، ده اللي احنا بنسميه المات بينتنج. تمام؟ طبعا تقنيه جامده جدا على فكره. الكلام ده فوتوشوب، انت بتعمل كل الكلام ده في فوتوشوب وبتجمع الصور دي في الاخر جوه افتر افكت مع الفيديو اللي انت شغال بيه عشان تعمل الكلر كوركشن، فيدي الانسجام اللي انت شايفه ده. المات بينتنج على فكره من التكنيكات اللي شايفين المنظر ده كده، برضو بالمات بينتنج والكومبوزيتنج هيبقى بشكل تاني خالص. ادي اول كلر كوركشن طلع بعد كده بصوره السحاب، بعد كده هيحط شويه صور على فيديو خاص للبحر بقى المشهد بالمنظر ده كده. ادي اول تكنيك هنتعلمه او اول تكنيك هنعرفه ان شاء الله. يعني احنا في جي اف اكس بالتعاون مع جمعيه نظم للحاسبات والتكنولوجيا معلومات بالمنصوره باذن الله بنحضر لكورس متكامل. مده الكورس 5 شهور، ده دبلومه كامله للفيجوال افكتس او الفي اف اكس اللي تخليك تقدر انت تخرج فيلم من اوله لاخره. هنتعلم فيها ان شاء الله من اول التصوير، من اول حاجه اسمها الكاميرا تراكنج، من كل الكلام ده هقوله حالا، او هقول مصطلح او هفسر المصطلحات دي دلوقتي. هنتعلم من اول ال 3 دي انيميشن، الكومبوزيتنج، الكلر كوركشن، خلاص الفايرز اند اكسبلوجنز، كل الكلام ده هنتعلمه، الكروما كيين، كل الكلام ده هنتعلمه في الدبلومه دي ان شاء الله مجرد ما نحضر لها ونعلن لها باذن الله قريب. يعني نكمل بقى كده، خلصنا من اول تكنيك. يبقى كده يلزمني عشان اشتغل في اف اكس ان انا اكون بعرف مات بينتنج كويس. المات بينتنج لا يتعدى في فوتوشوب قص ولزق الصور او قص ودمج الصور مع بعضها ليس الا، بس مطلوب فيه احترافيه كويسه جدا، مطلوب فيه انك انت تكون بتعرف تعمل كلر كوركشن بين الصورتين اللي انت شغال فيهم بطريقه كويسه جدا. ايه اللي يلزمني بعد كده علشان اتعلم الفي اف اكس؟ زي ما انت شايف كل اللوكيشن ده 3 دي، اديك شايف 3 دي. طبعا هتقول لي 3 دي اتعلم ايه؟ في الفي اف اكس مش فارقه، سينما 4 دي ماشي، ماكس ماشي، مايا ماشي، مش فارقه ايه برنامج ال 3 دي اللي انت هتشتغل بيه في مجال الفي اف اكس، مش هتفرق. شوف ايه اللي اسهل لك، ايه اللي انت ميال له واشتغل بيه. سينما 4 دي مفيش مشكله، ماكس مفيش مشكله، مايا مفيش مشكله، المهم يبقى معاك 3 دي باكج تشتغل بيها. اذا انا محتاج في الاول مات بينتنج ده جوه فوتوشوب، محتاج ان انا اشتغل او انقي لي برنامج 3 دي اشتغل عليه تمام، اكون متمكن فيه تمام عشان تقدر تعمل حاجه زي دي. طبعا كل الكلام ده يطلع افتر افكت، بيتضاف بقى عليه زي ما انت شايف الضوء ده، بيتضاف الكلر كوركشن الجميل اللي انت شايفه، بيتضاف الشادو والضوء، كل الكلام ده بيتضاف في افتر افكت تمام. فادي المشهد في الاخر زي ما انت شايف، ما تقدرش تقول ان هو معمول. لو جينا بعد كده للحاجه اللي تلزمني بعد كده في مجال في اف اكس، حاجه اسمها الكروما كينج، بمعنى ان في شخص بيتصور على شاشه خضراء، الشاشه دي بعد كده بتتفرخ وبيتحط مكانها منظر ما او مشهد ما. زي ما انتم شايفين ده الميكنج بتاع فيلم اندر وورلد، زي ما انتم شايفين كل اي حاجه تشوف فيها الشاشه الخضراء دي تعرف ان هي هيتحط مكانها حاجه، سواء هنا او سواء في الفيجوال افكتس ريل هنا كده، يعني حاجه زي بالمنظر ده. واحد يقول لي طب ايه العلامات دي؟ هقول لك حالا ايه العلامات دي. خلوا بالكم ان الكاميرا هنا بتتحرك، الكاميرا هنا بتتحرك. يعني لو رجعنا كده سنه لورا وجينا مشينا كده تاني هنلاقي ان الكاميرا في الشوط اللي بعده، الكاميرا زي ما انتم شايفين اتحركت يمين شويه.
وبدل الكرومه بايه بقى؟ بالمنظر ده. تمام. طبعا كده بقى قاعد قدام، المفترض انه قاعد قدام الشاشه اللي جايه له من الكاميرا دي، يعني ربط المشهدين، ادي الكاميرا دي بتصور، بعد كده المفترض هو بيجيب الراجل اللي قاعد في اوضه المراقبه قدامه يا دوبك بس حته خضراء، وبيحط له هو الجرافيك اليمنتس بقى اللي بتتعمل جوه افتر افكتس. على فكره الكلام ده كله بيتعمل جوه افتر افكتس وبيتركب جوه الافتر افكتس. زي ما انت شايف ادي الكاميرا بتلف هنا، هتلاقي قدامه هيرجع له تاني حالا. طبعا كل الكلام ده برضو نفس القصه، يلزمني بقى كده تاني يا جماعه، معلش هقول يلزمني المات بينتنج، يلزمني ان انا اشتغل على برنامج 3 دي باكج كويس جدا، سواء كان الماكس او السينما او الاف او الاسف او المايا، ايا كان البرنامج اللي انا هشتغل عليه. بعد كده يلزمني ان انا اعرف يعني ايه كلمه كروما كيينج، او ازاي ان انا افرغ الكروما كويس. تمام. بعد كده يلزمني الكومبوزيتنج، بمعنى ان الطياره دي في فيديو، او الطياره دي معموله في 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 مثلا في ال 3 دي معموله في سين، ودي معموله مثلا في برنامج تاني وليكن زي الفيو اللي هو الجبال دي مثلا. خلاص. ولو شفتوا المشهد اللي في الاخر ده، ده متركب صوره. اذا المشهد ده كده ضم ثلاث حاجات. اول حاجه الكومبوزيتنج، اللي هو جبت الطياره دي وليكن معموله مثلا جوه المايه، الجبال دي معموله جوه الفيو، وعلشان اخلي الطياره او جو الطياره ماشي مع جو الجبال دي، يبقى انا اشتغلت كلر كوركشن جوه افتر افكتس. بعد كده عملت كومبوزيتنج لده كله برضه جوه افتر افكتس مع صوره في الاخر باستخدام تقنيه المات بينتنج. وحالا اعرفكم انها صوره، زي ما انتم شايفين هو حاطط زي سفير او دايره كبيره قوي، وحاطط الصوره في الاخر، وعامل هنا الجبال وادي الطياره. تمام. اذا الفي اف اكس رخم حبتين او متعب او متشعب حبتين، عايز اروح لحاجه يكون فيها كاميرا تراكنج. تمام. علشان اوريكم يعني ايه الكاميرا تراكنج. لو جينا مثلا هنا كده، ده مثلا بيجري وبينط من الشباك، ده يمكن رابع حاجه هتكلم عليها اهو عشان الفي اف اكس، او خامس حاجه تقريبا. زي ما انتم شايفين هو بينط، طبعا دي كروما، معنى كده معنى ان شوف دي اخضر يبقى يحط مكانها حاجه على طول. طبعا ده الباشا ده بينط فين؟ على ايه؟ على 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 حته بوصات اخضر. بصوا بقى هنا لما هيبدل البوصات الاخضر ده، تمام؟ اولا عمل اللي عمله ده اسمه كينج على فكره، اللي هو قص الراجل، خد الراجل لوحده. بعد كده حط له مباني 3 دي زي ما انتم شايفين، ادي حاجه. بعد كده حط له الشارع، كل دي صور، كل دي صور. تمام. بالشكل ده كده حط له عربيه تحت، اصبح الراجل بينط من شباك على بيت. تمام. ده كله تم عن طريق الكروما كينج مع الكاميرا تراكنج. يعني ايه كاميرا تراكنج؟ يعني انا دلوقتي قعدت ابص على الكاميرا الحقيقيه اللي صورت المنظر ده، عشان لما احط الحاجات دي، الحاجات طبعا معموله في 3 دي، طب ازاي لما الحاجات دي تتحط تبان كانها في المشهد بالظبط وكانها متصوره بنفس الكاميرا؟ هو ده الكاميرا تراكنج، ان انا باخد احداثيات الكاميرا اللي صورت المشهد الحقيقي احطها للكاميرا بتاعت برنامج ال 3 دي، فتاخد نفس الحركه بتاعتها بالظبط. تمام. زي ما انتم شايفين ادي دول بينطوا من فوق بيوت، بصوا هنا هيعمل ايه. كل ده فوتوشوب، كل ده فوتوشوب وافتر افكت. الحركه اللي هتعمل دي طبعا دي مجموعه، عباره مجموعه صور، عشان تركب هنا لازم برضو كاميرا تراكنج. واقول لكم على حاجه، اما تشوفوا علامات في الارض بالمنظر ده كده، هو حاطط علامات برتقاني اهي، هرجع كده تاني وهعمل كده. تمام. ونخلي بالنا، نخلي بالنا وهما بيجروا، ادي علامه وادي الثانيه. تمام. وادي الثالثه. العلامات دي ليه؟ عشان لما يجي يعمل التراكنج، او لما يجي ياخد حركه الكاميرا يوديها للافتر افكتس، لما يجي يحط الصور اللي هو حطها دي، تمام، تاخد نفس حركه الكاميرا بالظبط، فتبان كانها في المشهد. يعني صوره زي اللي هيحطها لك دي هنا كده، تمام، وصوره زي دي كده، دي بره المشهد. طب ازاي لما احط دي اخليها تتحرك مع الكاميرا دي؟ هو ده الكاميرا تراكنج بالظبط. ادي هيقطع دي بقى كده، بصوا كده، وهيحط لي هنا شويه مباني بحيث انه يدمجها مع الفيديو الحقيقي اللي ورا ده. بصوا كده اصبح هو بينط بين مبنيين. ماشي يا جماعه، يبقى احنا كده عرفنا التكنيك الثاني، او الثاني ايه ده، السادس من برضه نفس الموضوع نفس الحركه، السادس من اللي يلزمني ايه علشان اشتغل في مجال الفي اف اكس.
تمام. يبقى احنا كده عرفنا انا لو عايز اشتغل موشن جرافيكس اوتوماتيك معايا افتر افكت اساسي، معايا سينما 4 دي ك برنامج يديني مور بروفيشنال وورك او يديني عمل اكتر احترافيه تحديدا، او بمعنى ادق بمعنى بالبلدي لازم اعرف افتر افكت كويس قوي، واعرف برنامج السينما كبرنامج كويس، ما بقولش احترفه بقول اعرفه كبرنامج كويس، ودي من ضمن الكورسات اللي احنا بنوفرها بسعر منخفض جدا 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 برضو بالتعاون مع جمعية نظم بالمنصورة. بنوفر انك انت تعرف برنامج الافتر افكتس كويس قوي، تعرف برنامج السينما 4 دي كويس قوي، بعد كده بتاخد دبلومة كاملة معتمدة من الخارجية انك انت تطلع موشن جرافيك ديزاينر. الدبلومة بتبقى افتر افكتس مع سينما 4 دي بعد ما تعرف افتر كويس، بعد ما تعرف سينما كويس قوي. الفي اف اكس عشان تشتغله لازم زي ما قلت تبقى ملم بتقنية المات بينتينج جوه فوتوشوب، تبقى ملم بالكالر كوريكشن، يبقى معاك 3 دي باكج كويس او انت متمكن فيه زي الماكس او السينما او المايا او البلندر او اللايت ويف، ايا كان ال 3 دي باكج انت تشتغل عليه مش هتفرق طالما انت بتعرف تطوعه انه يعمل اللي انت عايزه. يبقى معاك افتر افكتس باحترافية شديدة جدا، يبقى معاك تكنيك الكاميرا تراكنج علشان تقدر ان انت تدمج عناصر ملهاش علاقة بالمشهد مش موجودة في المشهد في المشهد الرئيس. ده بالمختصر ايه هو المجال اللي احنا بنتكلم فيه، او المجال اللي ان شاء الله هنبدأ الدبلومات بتاعتنا معاكم فيه بإذن الله. ان شاء الله دبلوماتنا كلها هتدرس في موقع GFX Academy اللي هو ان شاء الله هو المستضيف لكل الكورسات دي، زي ما انتم شايفين او زي ما هفتح لكم الموقع ده، موقعنا او موقع GFX Academy. كل الاكاديميات اللي موجودة فيه بتوفر كل الكلام ده، في منها تدريبات فري، وان شاء الله بالتعاون مع جمعية نظم في المنصورة هتكون كل الكورسات دي موجودة زي ما قلنا باسعار، مش عايز اقول اسعار عشان ما احرقهاش بصراحة، لكن هي اسعار منخفضة جدا جدا جدا، يمكن اقل مما تتوقعه، لكن وعد مننا انك انت تطلع اقوى من اقوى مركز تعليمي بيدرس المجال دوت، سواء كان الموشن جرافيكس او الفي اف اكس. انا بس حبيت في المحاضرة دي اجاوب على بعض الاستفسارات اللي انا كنت بتسئلها واعرفكم ايه هو المجال دوت، بتعمل بيه ايه، ايه اللي يلزمك بيه. بالمناسبة المجال ده يا جماعة من ضمن المجالات اللي السوق متعطش ليها جدا جدا جدا، الناس اللي موجودين اللي شغالين فعلا فعلا يكاد يكونوا يتعدى على الصوابع، حتى اللي بيوصل لمستوى بروفيشنال بيسافر بره البلد. احنا مش عايزين الموضوع دوت، احنا عايزين الناس اللي تبقى بروفيشنال تشتغل جوه البلد ما تسافرش بره البلد، مش عايزين نبقى مكان طارد للكفاءات، عايزين نبقى مكان جاذب للكفاءات. يعني انا مش عايز اقول يعني احنا بنروح نفيد غيرنا، يعني انا مش عايز اقول الكلمة دي، احنا بنروح نفيد غيرنا سواء كانوا عرب او سواء غير عرب، لكن المجال ده بره مصر يعني في الدول العربية مفتوح على مصراعيه، وفي مصر برضو المجال ده موجود، بس محتاج اللي يدور، محتاج انك انت لما تروح لمكان ما يكونش المكان ده اول يعني اول همه فيه، اللي هو خلص وقلب على طول، انا اسف في اللفظ يعني، لكن المجال ده من ناحية موجود من ناحية مجال الشغل موجود، من ناحية هل السوق عايز ولا لا، السوق عايز، لكن اهم حاجة بس انك انت تخرج شغل كويس بحيث ان انت يجيلك شغل كويس. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net وجمعية نظم للحاسبات ونظم تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.